جوني توك شو. صباح قشطات، النهاردة أول حلقة من حلقات جوني شو على قناة المزاريتا تي في، قناتكم. جوني شو مش زي أي شو، إحنا بنحب نقدم مشاكل قضايا تهم كل مواطن مزاريتي، وبنقدم حلول كمان. النهاردة معنا الحاجة حامد، أحد نماذج النجاح الأسري في قريتنا، وده ليه؟ لأن ابنه هو الوحيد في المزاريتا اللي قدر يتحدى الصعاب ويشق الصخر ويدخل معهد التمريض. مش بس كده، عمل معجزة أكبر، اتخرج منه. الحادثة دي أثارت جدل كبير في الشارع المصري، لدرجة إن كل المخرجين والكتاب بقوا بيتفاوضوا مع الحاج حامد عشان يشتروا منه القصة دي ويعملوها فيلم ساينس فيكشن بيزد على ترو ستوري. إزايك يا حاج حامد؟ أهلا مستر جو. جوني. جوني جوني. عايزك تحكي لنا عن تجربتك مع ابنك. إزاي اديته بوش عشان يبقى حاجة؟ عادي يعني. لا أنا قصدي يعني ما أنت لازم تقول، يعني قول معايا إزاي ابنك حقق الإنجاز ده وأنت وراه. طيب يعني أنت عاوز توصل ليه يعني؟ طب أنت قافش ليه دلوقتي؟ يعني إهدى بالهداوة. أنا عايزك تقول لنا إزاي كنت بتتعامل معاه في البيت. أنا والله ما كنتش بشوفه ولا كنت بقبله خالص. أنا كنت أرجع من الشغل آخر النهار وهو كان بيجي من معهد التمريض ويشتغل بو 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 في المذاكرة، كان بيوجع دماغي. أنا ما أحبش الدوشة، عايز أنام، عايز أستريح. طردته من البيت خالص، قلت له يا لغور شوف لك حتة تذاكر فيه بعيد عني. مارست معاه أسلوب الضغط. هايل هايل هايل. يعني انت كل يوم بتديله جرعه نيجاتيف انرجي وهو بيحولها اوتوماتيكلي لبوزيتيف انرجي. هايل. يا ريتنا كلنا نبقى مستر حامد. اقفل الموبايل، اقفل. مستر حامد، فاصل ونواصل. ايه يا جوني، في ايه؟ مالك متوتر كده ليه؟ انا مش متوتر. لا متوتر، وشكلك اكنك اول مره تقف قدام كاميرا. لا جوني، الراجل كلك. ريلاكس ريلاكس، لو سمحت ما تبوظليش شغلي. وشوف برضو بقى، عملت اللي في دماغك ونزلت دي. ايه دي بقى؟ دي هي اللي كانت نازله لوحدها. لا انا قلت لك ثانيه واحده. انت بتديني اداء تاني. ما تنساش نفسك، انا اللي عاملك، انا قناه، انت ولا حاجه من غيري، ولا حاجه، وكل البلاتو عارف. انا اديتك تفصيله صغيره قوي تعملها، فشلت فيها. ده النموذج اللي قلت لك تجيبه؟ ده نموذج بيعذب ابنه وبيذله؟ هو ده اللي لقيته، اعمل لك ايه يعني؟ مخصوم منك اسبوع. اتفضل. اوكي.